السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس كاع؟ لاباس عليكم، هانين اش تعاودوا؟ كل شيء بخير، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم بغيت نشارك معكم البيتزا اللي تنصوب انا في الدار. هذه بيتزا بالطون والبصله وموتزاريلا. هذه طون والبصله وموتزاريلا والسوغو، وهذه غنديرها مارغريتا على السوغو وموتزاريلا. وهاد الثالثه بمعطيشه فريسكا فريش، معطيشه العاديه قطعتها ودرت معاها الحبق، هي تتبان لكم تجي رائعه وتجي زوينه، ودرت من فوق الموتزاريلا. عندنا ثلاثه بيتزات، ها هما ثلاثه، غادي ندخلهم دابا للفران. قلت غادي نشارككم مع البنات وغنديروا فوق واحد شويه ديال الزويته بلديه بحال هكا من الفوق، صافي. وغادي ندخلوها للفران على 250 ديال الحراره، وراكم عارفين قلت غادي نشاركها مع البنات. انا فايته مشاركه مع البنات القدامات في واحد الفيديو قديم. ولا عجبتكم البيتزا خليوا لي في التعاليق، ونصوبه معكم شي مره. من اللي قلت الاخر نصوبه معكم، انا قلت غادي نوري البنات بحال هكا، اللي كانت زعما باغات تعرف كي تندير ليها نشاركها معكم، ما كاين مشكل. انا راه تنصوب البيتزا زوينه، ماشي زعما تنشكر لكم راسي، تنعرف نصوبها، تنصوبها باش ما بغيتو نصوبو نصوبو، نصوبها بالطون والبصله، نصوبها بغورغونزولا واحد الفورماج تي يصوبو، نصوبها هذيك باش نقولو حنا الخضره بالقرعه الفلفله تتشويها وديريها فوقها، بزاف ديال الانواع ديال البيتزات تنصوبوهم. تنصاوب هذيك ديال الكابار، ياش نقولو حنايا كاع الكبار، ودوك لي تشي ديال الحوت دوك اللي تيكونوا في القريعات مرقدين، بزاف ديال الطرق باش تتصاوبي البيتزا، ماشي كاينه عا بيتزا وحده، ولا كاينين بزاف اللي تيتصاوبوا زعما باي حاجه. وانا تنصاوبهم، ولا لا بغيت شي مره نصاوب معكم فوكاتشا اللي بغيتو نتوما خليو ليا في التعاليق. وقلت غادي نصوت صوت البيتزات اليوم، معشين بالبيتزا، غادي نشاركها مع البنات، ولا عجبتكم الوصفه نشاركها معكم، علاش لا. وتهلاو ليا فراسكم، وبوسه كبيره لكم كاملين، وباي باي.